السلام عليكم، انا دكتور لاشين سعد، برحب بحضراتكم بلقاء جديد من طبيبك الخاص. والنهارده هكمل سلسله كورونا وهتكلم عن اللقاحات. زي ما احنا عارفين اللقاحات اصبحت متاحه، الوقت بنقدر نختار بين اللقاحات وبعضها. التوصيه العامه لمنظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه والسكان المصريه هي ان كل الناس تاخد اللقاح، وان موانع اللقاح بتبقى لفئات محدده. طبعا الكابوس زي ما عصرناه كلنا بدأ في أواخر 2019، وقعدنا حوالي 9 شهور لما بدأنا نسمع عن بداية حل الأزمة وظهور أول لقاح، واللي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر 8/2020 بتسجيل أول لقاح لكورونا باسم شركة سبوتنيك الروسية. بعد كده بدأت تظهر اللقاحات الصينية، ظهر لقاح سينوفارم الصيني. ولقاح سينوفارم وسبوتنيك الروسي في البداية علشان سبقوا أوروبا وسبقوا أمريكا كان في كلام عليهم وفي تشكيك في مدى فعاليتهم، ولكن أثبتت الأيام إن هما من اللقاحات الأساسية المعتمدة والناجحة واللي موجودة لوقتنا هذا، والمرشحة اللي تبقى موجودة معانا كمان الفترة اللي جاية. بعدها بدأت تظهر لقاحات أخرى، ظهر لقاح الإنجليزي أسترازينيكا واللي كان حواليه جدل بسيط ولكن برضو أثبتت الأيام كفاءته. بعد كده بدأت تظهر اللقاحات الأمريكية، فشفنا لقاح فايزر وأخيرا شفنا لقاح موديرنا. وإن شاء الله في حلقات تالية هتكلم عن مزايا وعيوب كل واحد من هذه اللقاحات، ولكن خلونا النهاردة في موضوعنا المهم اللي هو موانع استخدام لقاح كورونا. زي ما وضحت القاعدة العامة هي ان احنا نستخدم اللقاح على اوسع نطاق وفي كل الفئات العمرية وفي معظم الاحوال. الاساس هو ان الناس تتزاحم على ان هي تاخد لقاح كورونا، ما يحصلش اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان بعض الناس مازالت بتشكك في فعالية اللقاحات. معظم الناس تاخد اللقاحات، معظم الفئات العمرية، حتى الاطفال برضو يجب ان هم ياخدوا اللقاح. الهدف هو تحصين اكبر عدد من المجتمع، وبالتالي يبقى في عندنا مناعة مجتمعية ضد الكورونا وضد المتحورات اللي جاية في المستقبل. لكن عندنا مجموعة من الفئات، مجموعة من الاحتياطات المهمة، مجموعة من الموانع ضد استخدام لقاح كورونا. أول هذه الموانع هو معاناة الشخص من ألم حاد، الألام الحادة أو الأمراض الحادة. لو شخص عنده مرض تنفسي حاد أو مرض حاد في الكلى أو في الجهاز الهضمي أو في الكبد، أيا كان طبيعة المرض الحاد يجب أن احنا نتوقف أو نمتنع عن أخذ لقاح كورونا. الفكرة هنا أن لو طعمنا الشخص وهو يعاني من أي حالة مرضية حادة بيكون جهازه المناعي مش مستعد، غير مستعد أن هو يديك التفاعل الطبيعي للقاح والمناعة اللي المفروض الشخص يكتسبها، فبتبقى المناعة المكتسبة أقل من المتوقع. كمان بيحدث اختلاط بين الأعراض الجانبية اللي ممكن تحصل مع بعض اللقاحات وأعراض المرض اللي موجود، وده بيعمل ارتباك ويعمل مشكلة أثناء العلاج. إذن أي مرض حاد أيا كان ده من ضمن موانع استخدام لقاح كورونا، يجب أن احنا ننتظر لغاية ما نتعافى من الأمراض الحادة وبعدها ممكن ناخد اللقاح. مش بس الأمراض الحادة، ده حتى كمان الأمراض المتوسطة، أي شبهة مرضية موجودة طالما هي شيء جديد على الشخص ومش مزمن يجب ان الشخص يتوقف لغاية ما يتعافى. الكلام ده طبعا لا يتناقض مع الامراض المزمنة. احنا قلنا ان الامراض المزمنة زي امراض الكبد وامراض الكلى والسكر وامراض الاعصاب وغيره، هذه الفئة من الناس هي اولى فئة انها تاخد اللقاح. والكلام اللي احنا بنسمعه احيانا بعض الناس يقولك انا عندي سكر، انا عندي مشكلة مزمنة في الكلى، لا ده ما يلخبطناش. في فرق بين الامراض الحادة والمزمنة. الامراض الحادة هي موانع لاستخدام اللقاح، اما الامراض المزمنه لا، بالعكس ده دي اول فئه، اولى فئه ان هي تاخد اللقاح، وده مهم جدا لان بتبقى مناعتهم ضعيفه ومحتاجين ياخدوا اللقاح اسرع من الاشخاص العاديين. رقم 2، حالات الحمى. حالات الحمى ايا كان شكلها، في بعض انواع الحمى بتبقى معروفه السبب وممكن عارفين نوع البكتيريا او الفيروس اللي بيسببها، وبعض الانواع بتبقى غير معروفة السبب. اي شخص يعاني من الحمى يجب ان هو يتوقف عن تناول اللقاح لغاية ما يتعافى، والسبب هو
ان شخص عنده حمى بيبقى جهازه المناعي غير مستعد لإحداث المناعة المطلوبة مع اللقاح، كمان بيحصل تداخل في الأعراض بين أعراض اللقاح وأعراض المرض اللي موجود. إذن أي شخص يعاني من الحمى أو ارتفاع في درجة الحرارة لفترة طويلة، ده من موانع استخدام اللقاح. رقم 3، النزلة المعوية. النزلة المعوية زي ما احنا عارفين بتبقى عبارة عن إسهال متكرر ومعاها في أحيان كتيرة ترجيع، حالة عامة سيئة، في بعض الأحيان جفاف، ارتفاع في الحرارة. كل حالات النزلة المعوية هي موانع لأي لقاح أيا كان، ومن ضمن لقاح كورونا يجب أن الشخص ينتظر لغاية ما ياخد العلاج المناسب ويتعافى من النزلة المعوية، ولكن الفترة دي ممكن تاخد أيام، عند بعض الناس ممكن تاخد أسابيع، يقدر بأمان بعد الانتهاء من العلاج ياخد اللقاح. رابعا، وجود أعراض اشتباه بكورونا. وبأكد هنا يا جماعة، اشتباه، في فرق بين ان يبقى فيه اشتباه في كورونا وان يبقى فيه عدوى مؤكدة بالاشعة او بالتحاليل. لما يبقى عندنا اشتباه بكورونا والشخص يعاني من صداع، يعاني من الم في الزور، يعاني من كحة، تكسير في العظم، همدان، كل هذه الاعراض هي موانع للقاح. يجب ان احنا ننتظر لغاية ما تختفي الاعراض، وننتظر بعدها 10 ايام، في المتوسط 10 ايام بعد اختفاء الاعراض، بعد كده الشخص يقدر ياخد اللقاح بأمان. خامسا، عدوى فيروس كورونا. لو افترضنا ان الشخص عنده عدوى مؤكدة بفيروس كورونا وهو دلوقتي بيخضع للعلاج، يا ترى ياخد التطعيم اثناء العلاج ولا ياخده امتى بالظبط؟ يجب ان الشخص يكمل علاجه وننتظر لمدة 28 يوم على الاقل، شهر تقريبا بعد العلاج، بعدها يقدر ياخد التطعيم. ما ينفعش نعالج الشخص ونديله التطعيم في نفس الوقت كده بيحصل ارتباك. هو الشخص بالفعل بيتعرض لغزو ميكروبي طبيعي، فهو شبيه باللقاح وكأنه بيحصله عملية لقاح طبيعي او بيتعرض للقاح طبيعي. ما ينفعش اديله كمان اللقاح بأثاره الجانبية اللي قد تحدث وتعمل لي ارتباك في العلاج. كمان ما نقلقش لمدة الشهر اللي بعد العدوى، لان الشخص بيكون اكتسب مناعة من العدوى بتكفيه لعدة شهور. اذا لازم ننتظر شهر على الاقل. سادسا، هو تعرض الشخص لاي تطعيمات في خلال اسبوعين. على سبيل المثال، واحد اتطعم من الانفلونزا الموسمية، ولو بنتكلم عن الاطفال، وطبعا زي ما احنا عارفين ان الاطفال دلوقتي بيتطعموا من الكورونا زي الكبار بالظبط. لو الشخص اخذ اللقاحات الدورية بتاعت الاطفال او حتى اللقاحات التنشطية، يجب ان احنا ننتظر مدة قد ايه يا جماعة؟ مدة اسبوعين على الاقل بعد اي لقاح. سابعا، مرضى العلاج الكيماوي. مرضى السرطان اللي بياخدوا جلسات من العلاج الكيماوي بيبقى وضع جهازهم المناعي مرتبك، يجب ان احنا نمتنع عن اللقاح اثناء تلقي جلسات العلاج الكيماوي، وننتظر يكون في عندنا فترة راحة بين الجلسات وبعضها، ممكن ناخد اللقاح او بعد الانتهاء التام من تناول اللقاح. تامن حاجة هي حدوث حساسية مفرطة من اللقاح مع الجرعة الاولى، ودي طبعا مانع نهائي، بمعنى ان معظم الموانع اللي انا قلتها من شوية كان لها ضوابط ولها فترات معينة، لكن المانع ده يا جماعة مانع مطلق. بمعنى لو شخص اخذ الجرعة الاولى وحصل عنده حساسية مفرطة عبارة عن طفح في الجلد، ضيق في التنفس، اكلان، هبوط حاد في الدورة الدموية، دي حالات اصلا مهددة للحياة، الشخص هنا ممكن بياخد ادوية وبنقدر ننقذه. ما ينفعش بعد ما ننقذ الشخص نعرضه لنفس الشيء تاني، هيكون خطر التعرض للقاح المرة التانية اكبر بكتير جدا من خطر عدوى كورونا. اذا الناس اللي حصل عندهم حساسية مفرطة من اللقاح في المرة الاولى، ده يعتبر مانع نهائي على الاقل بالنسبة للقاحات الموجودة حاليا. اخر حالة هي كبر السن. كبر السن بنقصد هنا الناس اللي هم عدوا 65-70 سنة. كبر السن مع سلامة الحالة الصحية ما يعتبرش من ضمن موانع لقاح كورونا، بس لو افترضنا ان في شخص سنه كبير ويعاني من كمية كبيرة من الامراض الغير ثابتة اللي بتروح وبتيجي، وعنده مشاكل هنا وهنا، ومتوقع ان يبقى في بعض الاثار الجانبية للقاح اللي ممكن تضر الشخص، فكتير من العلماء رجحوا فكرة ان هذه الفئة من الاشخاص
ممكن تبقى من ضمن موانع استخدام اللقاح. اتكلمت مع حضراتكم عن الموانع كلها، وضحنا كل مانع والفترة الزمنية المرتبط بيها. كانت بعض هذه الموانع موانع مؤقتة زي معظم الموانع تقريبا، وكان بعضها موانع مطلقة زي الحساسية المفرطة. ان شاء الله في الحلقات الجاية هناقش ازاي نختار اللقاح المناسب لكل فئة عمرية ولكل حالة مرضية للشخص. بتمنى أكون قدمت لحضراتكم معلومة واضحة وسهلة ومفيدة. شكرا وإلى اللقاء.